خلينا نبتدي حلقتنا النهارده وتليفون مهم مع المعلق التونسي الاشهر اللي دايما كلنا بنستمتع بيه في الوطن العربي الكابتن عصام الشوالي. تحياتي ليك يا كابتن عصام وبنرحب بيك على قناه الاهلي. تحيه ليك كابتن اسامه واهلا بيك احد فرسان الجيل الذهبي جيل البطولات المتكرره المتعدده على الصعيد الافريقي مع الفريق الاحمر. كابتن عصام الشوالي شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي ديربي شمال افريقيا؟ دائما وابدا مباريات الاهلي والترجي بيكون فيها نديه وبتكون خارج التوقعات. وما فماش واحد احسن منك قدم هذا الكلاسيكو في هذه الكلمات بالحق، لانه هو ديربي وكلاسيكو خارج التوقعات. اللي يفتي ويعطيني نتيجه ومن يفوز في اهلي او ترجي بين ظفرين ما يعرفش كوره. وانت كابتن عارف اللي الاهلي والترجي بالحق خارج التوقعات. نتائج الثلاثه ممكنه في رادس والنتائج الثلاثه ممكنه في استاد السلام. الفريقين يعرفوا بعضهم كتاب مفتوح. موسيماني مذاكر الترجي، معين عارف النادي الاهلي. تبقى عند الساعه الخامسه بتوقيت تونس، السته بتوقيت القاهره، الاسباب اللي باش يكتبها ربي سبحانه للفرقه اللي باش تفوز، من توفيق، من فورمه لاعبين، من لاعب يصنع الفارق. الترجي والاهلي 21 مره يلعبوا في الكؤوس الافريقيه، اكثر مباراه تكررت في تاريخ البطولات الافريقيه هي الترجي والاهلي. الترجي تاهل سنوات 90 و2010 وفينال 2018 كان ترجي، والاهلي كان في 2001 سيمي فاينل هدف سيد عبد الحفيظ، و2012 فينال رادس، و2017 انا سميتها تاريخيا مباراه علي معلول. وبالتالي تشوف قمه التوازن، قمه التكافؤ في الفرقتين اللي في العشريه الاخيره، خمسه مرات في الفاينل وثلاثه بطولات في جراب كل فريق. وبالتالي هي المباراه الامثل الان والاقوى في القاره الافريقيه اللي ممكن تحصل في سيمي فاينل شامبيونز ليج هي الترجي النادي الاهلي. وانا بتفق معاك، دايما مباراه الاهلي والترجي خارج التوقعات بتكون هي الاقوى. كابتن عصام الشوالي، مصر وتونس دائما اشقاء، علاقه الاهلي والترجي دائما اشقاء. شايف ازاي الاستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي في استقبال النادي الاهلي وايضا الكابتن محمود الخطيب في مطار قرطاج؟ لقطه معبرة جدا على عمق وتجذر العلاقات التونسية المصرية اللي مثلها في هكذا مباراة الترجي والأهلي. ويعطيك الجمهور باش يفهم أنه مباراة هي مباراة كرة القدم، وباش نلتقي وعشرات المرات الأخرى إن شاء الله الترجي والأهلي والأندية التونسية والأندية المصرية والرياضة المصرية والرياضة التونسية. واحنا كنا شفنا نهائي افريقيا في الطائرة من شهر ترجي زمالك، نهائي افريقيا في السلة كان زمالك الاتحاد المنستيري، اليد ايضا بعد شهر النجم الساحلي وزمالك. تقريب احنا الاقوى رياضيا في القارة السمراء، وخليني بعيد على الدبلوماسية، نحن الاقوى رياضيا في افريقيا مصر وتونس. وبالتالي اعتقد انه مباراة كرة القدم ديما تعطي دروس، واحنا شفنا الدرس في اليورو لقصة إريكسان. ترجي التونسي مدرسة كبيرة، جمعية عريقة تأسست عام 19، النادي الأهلي نادي مبادئ. طبيعي جدا أنه بقيمة حمدي المد برئيس الترجي الرياضي يستضيف فريق بحجم النادي الأهلي، والأكيد أنه الأهلي باش يرد بالتحية وما أحسن منها بعد أسبوع إن شاء الله في مطار القاهرة وفي القاهرة بصفة عامة، وهذا هو الأهم. هذا الدرس للجمهور خاصة بين قوسين المتعصب، أن الكرة راي أكبر من 90 دقيقة وأكبر. وعلاقات الترجي على فكرة والنادي الأهلي علاقات كبيرة برشا. صحيح ممكن توترت في نهاية 2018 في ظروف معينة، لكن بسرعة ترجعت تلمت لأنه العلاقة متينة بين الجمعيتين. أكيد مليون في المية ستظل العلاقة بين الأهلي والترجي على أفضل حال. كابتن عصام الشوالي لو كان معلقا لمباراة الأهلي والترجي يوم السبت القادم، ماذا سيقول عن الأهلي والترجي في هذا اللقاء المرتقب؟ سأقول عنوان رئيسي أنا اخترته، حتى عنوان في مقالة ستنزل اليوم بالليل. لو كنت معلقا يا كابتن عصام، لو كنت معلقا سأختار هذه. هاي المباراة تدور بين من أدمنا حب الانتصار وثقافة البطولات، لأنه الترجي والأهلي تتويجاتهم
بالمئات بالعشرات في كل اختصاصات، موجودين في كل الرياضات. فبالتالي معناه هو اللقاء الذي يعبر عن الشامبيونز ليج في آخر السنوات حسب رأيي، وستكون أنا ممكن عنوان كمثير نادي القرن في ضيافة الدولة الترجية في ملعب إيراد. وده أفضل تعليق من الكابتن عصام الشوالي. مين الأوراق الرابحة من وجهة نظر الكابتن عصام الشوالي في نادي الترجي وأيضا في نادي الأهلي؟ لا يختلف عاقلان ومتابعان لكرة القدم، ترجي مرتهن يعني مرهون بفورمة البدري إن شاء الله يلعب، والهوني إن شاء الله يكونوا في يومهم، ووسط الميدان يلزم يفك وسط ميدان النادي الأهلي لأنه ستكون معركة كبيرة. الأهلي قوي برشا في الوسط، عنده ديانج وسولية وأفشا إذا يلعب تقريب في الطريق أنه يلعب، والترجي قابله برمضان وكولي وبنغيت، أم المعارك ومعركة الوسط باش تسهل برشا للفريق اللي باش يمسك الكرة أنه يمشي قدام. النادي الأهلي مفاتيح انتصاره واضحة ولعبه باش يكون عندك أفشا، خطورة الكرة الثانية يخوف برشا مجدي أفشا، الشحات في المساحات لأنه الماتش في رادس فما مساحات أكيد لأنه الترجي تعرف كابتن يحب ينتصر، وشريف اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة صار من تينة المهاجمين القناصين والكبار في النادي الأهلي ويحدث الفارق. ثم نخاف أنا في النادي الأهلي من الكرة الثابتة خاصة بنون وياسر إبراهيم على الكرات الرأسية. بالنسبة للترجي أنا لو كنت معين الشعباني أعطي الكرة للنادي الأهلي والعب أنا على المرتدات ولو كانت المباراة في رادس، لأنه الأهلي باش يكون خطير في المساحات. تقريب أنا نحب الترجي يلعب سيناريو ماتش الزمالك، هو اللي يستنى ويحاول يستغل البدايات، لأنه النادي الأهلي كابتن تسطرني أو لا، ولكن أنت ممكن كأهلاوي وكفني ممكن هذه تقول نعم أم لا تشطرني أو لا، لكن أنا وجهة نظري من الناحية الفنية لاحظت أنه النادي الأهلي يتأخر في دخول المباراة. مباراة المريخ السوداني ضيع شوط كامل، مباراة سان داونز لولا لطف الله في القاهرة لكان سان داونز جاب جول قبل الأهلي، قبل هدف طاهر محمد طاهر. الأهلي ألاحظ فيه يدخل منكمش ومع الماتش ينتشر. الترجي يلزم يستغل ال 20-25 دقيقة الأولى اللي الأهلي باش يلعب حذر، واحنا نعرفوا اللي موسيماني لا يجازف وياخذ وقته صبور جدا، عنده صبر ايوب موسيماني. فبالتالي الترجي يلزم يحاول يستثمر البدايات وخاصه الكره الثابته اللي افتقدناها في السنوات الاخيره في الترجي، اللي كثيرا في هذه الوضعيات الصعبه والمباريات المعقده والمركبه انه ممكن نخطف منها جول. انا ابصم يا كابتن على 1-0 للترجي اكون راضي، لانه حتى 0-0 مقبوله، المهم ما يسجلش الاهلي، لانه اذا سجل النادي الاهلي الحقيقه مهمتنا بتكون اصعب 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 برشا. ان شاء الله الاهلي يسجل يا كابتن عصام. اخيرا ان شاء الله يسجل في 3-1 4-1 ان شاء الله يسجل ويكون مباراه الصعود بتاعتنا للمباراه الفاينل ان شاء الله تكون الترجي في تونس. اخيرا يا كابتن عصام، او حضرتك بتتكلم عن المواجهه داخل الملعب، شايف المواجهه والمنافسه بين موسيماني ومعين الشعباني ازاي خارج الخطوط؟ والله هي اول مواجهه بين موسيماني ومعين. معين الشعباني مدرب اثبت كفاته، مدرب انا عندي ثقه فيه الحقيقه، نحكي كتونسي وكاعلامي وكاحصائيات. الترجي التونسي قبل معين الشعباني كانت عنده صعوبات وعقدة الأندية المصرية، ما نجحش برشا. أنا باش نعطيك رقم ممكن يطمن الترجيين يخوف شوية الأهلوية، أنه الترجي انتصر تاريخيا 9 مرات على الأندية المصرية في تاريخه الإفريقي، فيهم 4 بقيادة الشعباني. يعني يعرف يتعامل مع الأهلي والزمالك بالذات اللي هو قابلهم، وشفنا حتى ماتش 2018 مع موسيماني سنرى المواجهة، لأنه موسيماني لم يواجهه معين. واجه الاهلي ولكن مع كارتيرون، اسلوب اخر وستايل اخر. موسيماني مدرب ممكن ما يمتعش الناظرين في كرة الاهلي، كرتكم انتوما كابتن اللي كانت مع بركات وتريكا والشلة الذهبية، ولكن رباح مدرب يربح، والكرة الحالية هي الانتصارات. لذلك الراجل ربح شامبيونز ليج ودوري ما شاء الله وكاس وثالث العالم، حقق كل الاهداف الممكنه وختمها بالسوبر. الان هو يحب يبدا السيكل الثاني، يعني يبدا المرحله الثانيه من النجاحات. مدرب
انا قلت انه الاهلي كسبوا واداره النادي الاهلي قويه برشا بقياده الخطيب، انه مش اي فريق خاصه بحجم النادي الاهلي يراهن على مدرب من افريقيا ومدرب افريقي وفي سان داونز ويجيبوا قبل شهر من 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 ختام الموسم الافريقي. فبالتالي شابو معناها ويظل النتائج موجوده. مدرب شويه عنده الحذر هو موسيماني يا كابتن عصام، هو مدرب منطقي، مدرب منطقي يعني لا في بلغه الكره. انا موافقك لا وانا موافقك كابتن فايدة في النتيجه. تو هو لاعب يعني انا نحسب له لاعب مع الوداد ولاعب الزمالك ولعب سان داونز اللي هو من احسن الفرق الافريقيه، والمباريات هذه الخمسه ما خسر فيهم حتى ماتش. اذا هو مدرب واقعي، وش قلت لك انا؟ رباح، مدرب يعرف يربح. يعني هذا هو معناه. تحبوا تشوفوا الكره الجميله اتفرجوا في ميسي، لكن انا راني نربح، انا نكسب واللي تكسبه العبوا. وهي دي لغه كره القدم. اخيرا كابتن عصام، شايف ازاي عوده علي معلول، خاصه علي معلول من العناصر مهمه جدا في النادي الاهلي وايضا في منتخب تونس، وممكن الكابتن عصام الشوالي يكرر ويقول لعلي معلول قسوت على اهل بلدك يا معلول مره اخرى؟ والله يا علي لاعب مهم جدا في استراتيجيه النادي الاهلي، لاعب الحقيقه ما نكذبوش معناه يبدا في يومه يخوف ويقلق. علي البارح شفته انا لعب 80 دقيقه في ساقيه تونس مالي، لعب شوط ثاني محترم جدا ضد المنتخب الجزائري. اذا المنتخب التونسي كانه من خلال الوديات جهز علي معلول للنادي الاهلي وجهز لمعركه رادس. فبالتالي علي معناها بصراحه انت كابتن فني وتعرف وكروي كبير، تعرف اللي علي معلول وقت اللي يبدا في التشكيله الاساسيه وفي يومه يفرق. وانا نتصور علي باش يجيب برشا حلول هجوميه للنادي الاهلي افتقدها موسيماني في الاربع شهور اللي غاب فيها علي. نتمنى له ان شاء الله التوفيق. كابتن عصام الشوالي المعلق التونسي الاشهر في الوطن العربي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت مداخلة مهمة جدا من معلق، يعني بقول دايما بيحب الأهلي وهو بيعلق على مباراة الأهلي دايما بنحس إنه هو أهلاوي. ده صاحب كمان القضية ممكن، يعني الكلمة اللي طلعت وبقت ترند بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهاية أفريقيا في البطولة التاسعة، نتمنى إن شاء الله إن الجيل الحالي يكررها إن شاء الله في البطولة العاشرة.